السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار، أهلا بكم. البداية بالشأن الفلسطيني، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الاقتحامات نفذت على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات الحرم، تلقوا خلالها شروحات عن الهيكل المزعوم. فيما قالت هيئة شؤون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني خلال عدوانها على المسجد الأقصى. نار ودمار داخل المسجد الأقصى المبارك، اقتحامات واعتقالات بالمئات في صفوف الفلسطينيين، وتنكيل بالمصلين والمعتكفين في انتهاك صارخ لحرمة المكان ورمضان. طبعا تظلون جوابين ولا شاب، كل الشباب جوابين دين ولا حتى تسائل فيهم. الله أكبر عليكم، شو تستنوا؟ ما خلاش بنت ولا ضربوا ألا جوا المسجد يقضى لكل آيات تكسر. الله أكبر عليكم على أمتكم، الشباب جوا قلوبنا. العدوان الذي استمر لأكثر من 5 ساعات بدأ الليلة الماضية حتى الفجر، اندلعت خلاله مواجهات عنيفة داخل المصلى القبلي، فيما تم الاعتداء على المصلين المتواجدين داخله بالضرب والقنابل والرصاص المطاطي. لم تسلم منه حتى النساء المعتكفات، ما أدى إلى إصابة العشرات من المصلين. قاعدين منصلي ومنصلي انا قاعد والله على الكرسي بكره مهني مش بضربه قاعدين كنابل والله بعد بكره تكون بليون على صدر وارم صدر وارم. يلا يا حاج هاجي. هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني خلال اقتحامها الأقصى. وبعد إخراج المعتكفين والمصلين بالقوة من المسجد، اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية في باحاته. اعتداءات على الأقصى خلفت ردود فعل فلسطينية مناهضة للعدوان الصهيوني. الرئاسة الفلسطينية أدانت الاقتحام مؤكدة أن ما يقوم به جيش الاحتلال في المسجد يمثل حربا على الشعب الفلسطيني، محذرة من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة. الأوقاف الإسلامية في القدس أكدت أن هذه الانتهاكات تشكل تعديا سافرا ومرفوضا على صلاحية أوقاف القدس، مناشدة العرب والمسلمين بوضع حد لهذه الاعتداءات، فيما نددت فصائل فلسطينية مختلفة بالاقتحامات والاعتداءات الوحشية على المعتكفين في أولى القبلتين. تدنيس المستوطنين للأقصى واعتداءات قوات الاحتلال على المرابطين والمعتكفين داخله يؤشر إلى حجم التصعيد الصهيوني المتزايد بحق الفلسطينيين الذين يتأهبون للتصدي لاقتحامات جديدة وإجهاض طقوس ذبح قرابينهم في باحاته. هذا وأدانت دول عربية وإسلامية بالإضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، مشيرين إلى أنها تدخل في سياق محاولات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، وحذروا من تداعيات تصدير الاحتلال لأزمته الداخلية إلى الفلسطينيين بممارساته الوحشية، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمستفزة لمشاعر المسلمين والأحرار في العالم، والتي تنتهك الأعراف الدولية والقرارات الأممية.
وحول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ الدكتور صبري عكرمة من القدس. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. بداية الشيخ عكرمة، ضعنا في صورة ما جرى وما يجري اليوم في الأقصى المبارك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما جرى اليوم من أعمال وحشية وأمس أيضا ليلا هو تكرار لما حصل في العام الماضي والعام الذي قبله، وهذا يؤكد على أطماع الاحتلال في المسجد الأقصى وأن نواياهم مبيتة لهذه الاعتداءات. ونحن نستنكر هذا العمل الذي أدى إلى اعتداء على الشباب وعلى النساء، فتم اعتقال ما يزيد عن 500 شاب من داخل الأقصى من المعتكفين، ويريدون أن يدخلوا ما يعرف بالقرابين المتعلقة بعيد الفصح حسب اعتقادهم، ولكن فشلوا في إدخال القرابين كما فشلوا العام الماضي والعام الذي قبله. أما أعمالهم الوحشية فقد زادت في التصعيد. طيب الشيخ، في نظركم إلى ما تهدف خطوة الكيان الصهيوني؟ يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى وسحب صلاحية الأوقاف الإسلامية في إدارة الأقصى. هذا الهدف. الشيخ، كسؤال أخير، ما المنتظر اليوم من العالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي مستعد أن يصدر بيانات استنكار وإدانة، وكفى الله المؤمنين القتال. وأؤكد بأنه لم يحصل أي ضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أي دولة من دول العالم أو دول العالم العربي والإسلامي، فهم يعملون بكل حرية دون أي ضغط عليها. ونحن نأسف بهذا الموقف السلبي. نعم، شكرا لكم الشيخ الدكتور صبري عكرمة خطيب المسجد الأقصى المبارك، شكرا لكم على هذه التوضيحات. إلى ذلك، تجتمع جامعة الدول العربية ظهر الأربعاء بمقرها في العاصمة المصرية القاهرة لبحث آخر المستجدات في المسجد الأقصى الذي كان ساحة لاعتداءات قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين. وأفاد بيان لجامعة الدول العربية أن اجتماعا طارئا سيعقد ظهر الأربعاء لبحث المداهمة الصهيونية للمسجد الأقصى. يأتي ذلك عقب دعوة أردنية إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع مصر ومسؤولين فلسطينيين. هذا وقصفت طائرات مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء عدة مواقع في قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ موقعا جنوب غرب مدينة غزة وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلها دون التأكد من وقوع إصابات. وأضاف المصدر أن مدفعية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وألحقت به أضرارا جسيمة، كما أطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بأربع قذائف موقعا شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف صوب موقع شمال غرب بلدة بيت لاهية شمال القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. اتفق المشاركون في الاجتماع الرباعي المنعقد على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري على استمرار المشاورات بخصوص سوريا
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولهم إن موسكو استضافت اجتماعا خاصا بسوريا يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة نواب ووزراء خارجية الدول الأربع، وتناول المشاركون التحضيرات اللازمة من أجل الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع، حيث عبر كل واحد منهم عن موقف بلاده بشكل واضح وصريح قبل أن يقرروا مواصلة الاستشارات بينهم في هذا الصدد. في أخبارنا الأخرى، انضمت فنلندا رسميا الثلاثاء إلى حلف الشمال الأطلسي بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها الدولة الإسكندنافية على مدى 3 عقود، ما يشكل نقطة تحول استراتيجي جراء الحرب في أوكرانيا، خطوة وصفها الكرملين بالتصعيد والانتهاك لأمن روسيا متوعدا باتخاذ إجراءات مضادة لضمان أمنها. رفع علم فنلندا في مقر الناتو إذانا بنهاية 3 عقود من الحياد العسكري لهلسنكي، تحول تاريخي واستراتيجي يعزز عبره حلف شمال الأطلسي جناحه الشرقي، ويوفر لفنلندا حماية التكتل العسكري في مواجهة أي تهديدات محتملة للناتو. ما نراه اليوم هو في اعتقادي نتيجة مباشرة لعدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اليوم الذي ينضم فيه حليف جديد إلى تحالفنا الدفاعي، أعتقد أن هذا أمر إيجابي للغاية، سنحتفل بذلك وبعده سنعمل بسرعة كبيرة للعمل على انضمام السويد، ونحن نهنئ أصدقائنا بالانضمام. تهدف أوكرانيا إلى الوصول إلى نفس الهدف، وهي أن تصبح عضوا كامل العضوية في حلف الناتو، وسيكون ذلك أحد موضوعات محادثاتنا هنا في بروكسل. بتسليم وزير الخارجية الفنلندي الوثيقة الرسمية لانضمام بلاده للناتو إلى وزير الخارجية الأمريكي في مقر الحلف في بروكسل، تكون الحدود المشتركة للحلف مع روسيا قد تضاعفت مع استمرار الحرب في أوكرانيا. يصبح حلف الناتو أقوى وتصبح فنلندا أكثر أمانا من خلال الانتماء إلى التحالف، حيث نضمن أمن جميع الحلفاء. الغرض من ردع الناتو ودفاعه ليس إثارة النزاع، بل هو منع الصراع، وأي سوء فهم وأي سوء تقدير أمر خطير. استكمال مسار الانضمام استبقته الرئاسة الروسية بإطلاق حزمة من التحذيرات والتهديد باتخاذ إجراءات مضادة، واصفة توسع الحلف بأنه مساس بأمن روسيا. هذا تصعيد جديد للوضع، توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية، هذا يضطرنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة. سنتابع عن كثب ما يحصل في فنلندا، كيف يشكل هذا الأمر تهديدا لنا، سيتم اتخاذ إجراءات على صلة بذلك، سيعرض جيشنا تطورات الوضع في الوقت المناسب. فنلندا باتت العضو 31 في حلف شمال الأطلسي لتقدم مساهمة استراتيجية أساسية ومكاسب في قدرات المنظمة ب12,000 جندي محترف و20,000 مجند سنويا، وإمكانيات تعبئة تتجاوز 250,000 جندي قادر على القتال. هذا واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي يوم تاريخي للحلف. انضمام فنلندا إلى الناتو يوم تاريخي للحلف. أستطيع القول إن هذا الانضمام قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه، لأنه قام مجدداً بتسريع الأمر. زعيم الكريملين عجل بشيء لطالما أراد منعه، ما دفع العديد من الدول إلى الاعتقاد بأنه يتعين عليها فعل المزيد للبحث عن الدفاع والتأكد من أنهم قادرون على ردع العدوان الروسي المحتمل في المستقبل. لكنني أعتقد أننا سعداء بأن تكون فنلندا العضو 31 في هذا التحالف، لذلك هذا يوم مهم بالفعل في تاريخ الناتو.
أكد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء خلال لقائه دبلوماسيين من الدول الشريكة في المحيطين الهندي والهادي لمناقشة التعاون والتحديات أن ما يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادي مهم لأوروبا والعكس. جاء ذلك خلال استقبال ستولتنبرغ بمقر الحلف ببروكسل وزير الخارجية الياباني ووزيرة الخارجية النيوزيلندية ونائب رئيس البعثة الأسترالية لدى الناتو والممثل الخاص لكوريا الجنوبية. إننا نقدر عاليا الشراكة مع شركاء المحيطين الهندي والهادي لحلف الشمال الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان. وفي عالم أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ به، من الواضح أن الأمن ليس أمنا إقليميا، إنه أمن عالمي. ما يحدث في منطقتكم وما يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادي مهم لأوروبا، وما يحدث في أوروبا يهمكم. وأعتقد أن الحرب في أوكرانيا توضح ذلك بوضوح شديد مع تداعياتها العالمية. وحقيقة أننا نرى أيضا أن الصين وروسيا تقتربان من بعضهما البعض، لذلك فإن هذا يجعل الأمر أكثر أهمية أننا نقف معا كشركاء وحلفاء في الناتو، وأنتم كأربعة شركاء ذوي قيمة عالية. يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي الأربعاء لليوم الثاني من المحادثات بحضور فنلندا العضو المنضم حديثا للحلف وممثلين من أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية في مقر الحلف في بروكسل. وقال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ قبل الاجتماع إنه في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو سيناقش الحلفاء تقارب الصين المتزايد مع روسيا، بالإضافة إلى المخاوف من تزويد الصين روسيا بالأسلحة وموقف بكين تجاه تايوان. وسيبحث حلفاء الناتو تأثير الحرب في أوكرانيا على منطقة المحيطين الهندي والهادي. بالطبع تابعنا عن كثب زيارة الرئيس شي لموسكو، ونخشى بالطبع أن تقدم الصين مساعدة إضافية لروسيا في عدوانها على أوكرانيا، وأعتقد أنه من المهم جدا أن يكون لدينا رد مشترك. سيكون من المهم جدا اليوم الاستماع أيضا إلى أصدقائنا في المحيط الهادئ وكيفية تحليلهم للوضع وما يقترحونه. أعتقد أن هذا التعاون بين الناتو والمحيط الهادئ مهم. من المهم أن يتفهم الاتحاد الأوروبي التوترات التي تتصاعد الآن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن أيضا إمكانيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المحيطين الهندي والهادئ. رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في مستهل زيارة دولة للصين تستمر 3 أيام أنه يمكن لبكين أن تلعب دورا رئيسيا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا. وأكد ماكرون أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية أن اقتراح الصين خطة سلام يظهر إرادتها لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام. اقترحت الصين على وجه التحديد خطة سلام. لقد رحبنا بها، ولكن هل نتفق عليها كلها؟ لا، ومع ذلك فهي تثبت الرغبة في الانخراط في حل النزاع. إذا لم تكن هذه خطة سلام، فهي تظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام. وآمل أن أكون قادرا على المشاركة في مبادرات مفيدة للسكان الأوكرانيين. أعتقد أن هذا الحوار مع الصين ضروري كأوروبيين وكدول الاتحاد الأوروبي. لا يمكن أن يكون الحوار حصريا للصين مع أوروبيين آخرين وهم الروس. دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء ببراءته من كل التهم الجنائية الموجهة إليه، وذلك بعد استدعائه من قبل هيئة المحلفين العليا التي قدمت الاتهام لترامب بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك، حيث وجه إليه رسميا الاتهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية أمام قاض في نيويورك قد تفتح المجال لمحاكمته في أقل من عام. وغادر ترامب مقر المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة من دون أن تفرض عليه أي شروط أو مراقبة قضائية.
أكدت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري عزمها على تسريع الخطى لاسترداد السلطة المدنية الكاملة لإنهاء معاناة المواطنين أمنياً واقتصادياً. وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف في تغريدة له إن القوى المدنية عقدت اجتماعاً مساء الثلاثاء في الخرطوم تم خلاله مناقشة كل القضايا العالقة بما في ذلك ملف الإصلاح الأمني والعسكري. وذكر المصدر أن الاجتماع وقف على ما أسماه بالنشاط المتزايد لعناصر النظام المؤتمر الوطني لتخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية على حد تعبيره. قال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باطيل إنه التقى مساء الثلاثاء في بنغازي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيل الصالح للحديث عن سبل تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير. واتفق المجتمعون وفق باطيلي على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين بما في ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار. كما جدد حفتر وصالح التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعملية مصالحة وطنية شاملة. أكد رئيس اللجنة الصحراوية لمكافحة الألغام عزيز حيدر أن الاحتلال المغربي حول الأراضي الصحراوية المحتلة إلى أكبر حقل ألغام مضادة للبشر في العالم بنشره أزيد من 9 ملايين لغم على امتداد جدار العار داعيا المجموعة الدولية إلى الضغط على النظام المغربي في سبيل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. الألغام جريمة في حق الأرض والإنسان بآثار تمتد لعقود من الزمن وتطال شعوب المعمورة كافة. وهنا تقف المجموعة الدولية على أبشع مشاهد استغلالها في الأراضي الصحراوية المحتلة بلجوء سلطات الاحتلال إلى زرع أكثر من 9 ملايين لغم منتشرة على امتداد 2700 كيلومتر على طول جدار العار. منذ بداية سنة 1980 ومع بناء المغرب للجدار العسكري زاد هذا التلوث بشكل بشع ويعتبر أكبر خط ملقم إطلاقا في العالم. الألغام التي تشكل جزءا بسيطا من معاناة شاملة من نهب لثروات الصحراويين وانتهاك لحقوقهم من قبل قوات الاحتلال المغربي في خرق صارخ لحقوق الإنسان ضاربة بجميع المواثيق وقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط. الجزائر هي كانت أول من احتضن أهلنا في المخيمات بعد يعني قصف المغرب بالنابالم والقنابل الفوسفور وغيرها 76 كانت يعني فر الشعب الصحراوي شور الجزائر لأنهم الجزائر عارف عنها ثورة تحررية فهي من احتضنت شعبنا إذن باحتضانها فقط لشعبنا يكفي. الجزائر بدورها عانت من ويلات الألغام وكانت لها تجربتها الرائدة في مكافحتها من خلال التزامها الدائم بمعاهدة أوتاوا لحظر وتخزين ونقل الألغام. الجزائر اللي أعطت المثل في التحرر وفي طرد المستعمر ولكن أيضا أعطت المثال في كيفية تخلص من آثار الألغام والقنابل وآثار كل الأسلحة اللي استخدمت واتباع نهج اللي طهر الأرض ويحولها إلى سبب من أسباب الرفاه والتنمية. الأمم المتحدة تؤكد في تقرير لها أن أراضي ما يقرب من 70 دولة حول العالم لا تزال ملوثة بالألغام التي تواصل حصد أرواح الأبرياء وتتسبب لهم في إعاقات جسيمة. انتهت النشرة، شكرا لكم. تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة. إلى اللقاء.